ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصدر كريستوفر غالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم قرارا جديدا بشأن اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي وزميله كيليان مبابي. وقال المدرب لموقع إخباري فرنسي: أشرف حكيمي وكيليان مبابي قد يغيبان عن مباراة كأس فرنسا يوم الجمعة المقبل أمام شاطوغو، لأن الخطة كانت أن يلعب مبارتين ضد ستراسبورغ ولانس ثم يحصلان على عطلة. هذا وسافر الدولي المغربي أشرف حكيمي وزميله داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستمتاع بمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. وحضر حكيمي ومبابي مباراة بين بروكلين تينيسي وسانطونيو سبيرز بعدما منح راحة من قبل إدارة الفريق الباريسي في الوقت الذي ظهر رفقة أبرز نجوم كرة السلة الأمريكية مثل نجم نادي بروكلين كيفين دورانت. Good. What's up? How you doing? Man. Oh.